تظاهر آلاف السودانيين في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين برحيل نظام الرئيس عمر البشير، وتوجهوا في مسيرات منفصلة إلى مقر وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس البشير. هذا وقامت قوات الجيش السوداني بحماية المتظاهرين الذين تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة من قبل قوات الشرطة، رغم تحذيرات الجيش بعدم استخدامها. من جهته أعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض بدء اعتصام مفتوح أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم إلى حين سقوط النظام. هذا وتشهد العاصمة السودانية انتشارا كثيفا للجيش السوداني وسط تراجع كبير لأفراد الأمن ورجال الشرطة دون أن يصدر حتى اللحظة أي تعقيب رسميا على الاحتجاجات الجارية في البلاد. الساعات الأولى من هذا الصباح كانت السادس من نيسان أبريل، يوم كهذا من عام 1985 سقط جعفر نميري حاكم عسكري كدأب السودان حتى يومنا هذا. فمن تعبأ بالعسكر لم يستطع كسر إرادة شارع غاضب، انحاز العسكر أخيرا لثورته. هكذا يريد من أطلقوا على أنفسهم دعاة الحرية والتغيير. الجيش والشعب إيد واحدة. قفزة تاريخ ورهان على الجيش مرة أخرى لهز عرش دام نحو 30 سنة يصفها سودانيون كثر بأنها سنين عجاف في تاريخ بلادهم. يتحسس الرئيس من تاريخ وحقب من انقلابات وتغيير سلطة وأبريل وربيع سوداني. والتحية مرة ثانية لكم جميعا الناس الواقفين في الساحة دي، وحقيقة دي رسالة لكل من يظن أن السودان حيلحق بالدول اللي انهارت. السودان يا جماعة بات يتحدث عن تغيير تشريعات مثيرة للجدل، متحدثا عن حوار لحل مشاكل واكبت سنية حكمه كانت عصية على الحل. نحن قناعتنا أن الحوار هي الوسيلة الوحيدة اللي بتوصلنا للخيارات اللي بيرضى عنها الغالبية أو إجماع أهل السودان. لكن هذا الرجل الذي أطاح به البشير في نهاية ثمانينيات القرن الماضي يضم صوته لمليونية تغيير، فلا مطلب لرئيس حزب الأمة الصادق المهدي سوى رفع حالة الطوارئ وتنحي البشير عن السلطة. حراك السادس من أبريل اتسع في الداخل السوداني، شقيق قتيل يعلو صوته هنا فيما باتت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت تصدح بكل ما يؤجج المشاعر. الدعوة لحج هائل تصل أصقاع العالم، واسما على تويتر أو أناشيد ثورة بمفردات غاضبة تتسم بالوعيد. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور هاشم مختار الأمين العام لتحالف القوى السياسية السودانية في المملكة المتحدة. أهلا وسهلا بك دكتور هاشم. يعني نحن نعلم أن توفر الظروف السياسية الملائمة ومعرفة توظيفها هي أحد أبرز ركائز نجاح أي حراك شعبي. هل اليوم بعد ما حصل في الجزائر ونجاح الحراك الشعبي هناك بتحقيق أحد أهم أهدافه برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعطى ساهما للحراك السوداني وربما ضغط أكثر على النظام هناك الذي ما زال صامت حتى الآن؟ يعني تجمع المهنيين السودانيين أعلن عن بدء اعتصام مفتوح أمام مقر القيادة العامة حتى سقوط النظام. نعم، أول حاجة نحيي الشعب السوداني وأهنئهم بهذا اليوم العظيم وهذا الإنجاز الكبير الذي بذل فيه الشعب السوداني مجهودا جبارا في أن نصل إلى هذه المآلات الناجحة والنهاية المشرفة لحكومة عمر البشير. فقد سرنا منذ ديسمبر والآن نحن في شهرنا الرابع، والشعب السوداني صمد وصمد صمودا كبيرا وتصدى عنف وبطش قوات أمن البشير، ومع ذلك لم نستسلم، وها نحن اليوم قد حققنا النصر وقد تعاطف معنا الجيش السوداني، وكل الإرهاصات تدل دلالة واضحة أن الجيش انحاز للشعب والبشير
في أيامه الأخيرة. الآن القيادة العامة للقوات الشعب المسلحة في اجتماعات، وسنسمع عن إعلام بيان رقم واحد لنهاية عهد البشير وبداية عهد الجديد. تتحدث دكتور هاشم عن معلومات أم عن تحليلات؟ أنا أتحدث عن معلومات آتية من السودان، وهذه المعلومات متوفرة في كل الأسافير السودانية. الشعب السوداني يعني شعب طواق، ويتداولون المعلومات يعني بين دقيقة أو أخرى. اليوم التهمت جميع جماهير الشعب السوداني في الداخل وفي الخارج. جماهير الشعب السوداني في دول المعمورة، العواصم الرئيسية في لندن، في باريس، في برلين، في نيويورك، وفي كل العواصم الرئيسية هتفت وخرجت في مسيرات ومواكب، وهذه المواكب تتناغم مع الذي يجري في الخرطوم. فقد استطاعوا الثوار في الخرطوم الوصول إلى قيادة قواد الشعب المسلحة، إحدى المحرمات التي لا يجب التقرب إليها أو حتى النظر إليها. نحن لم نصل إلى هذه اللحظة منذ 30 عاما أو أكثر. دكتور هاشم، هو يعني أساس نجاح الثورة التي حصلت عام 85 ضد نظام جعفر النميري، والذي يصادف اليوم الذكرى 34 لها، أساس نجاح هذه الثورة كان انحياز الجيش للشعب في ذلك الوقت. ولكن اليوم عندما نتحدث عن انحياز الجيش للشعب في هذا الحراك، ألا نكون بعيدين يعني بعض الشيء عن الواقع؟ لأنه المؤسسة العسكرية المتمثلة إن كانت بالرئيس أو حتى بنائبه ووزير دفاعه أو حتى بحكام الولايات الذين هم من العسكريين، يعني بمعنى آخر وكأنه الجيش يحكم الآن، فهل سيثور ضد نفسه؟ أنا هنالك يعني اعتقاد أنه العقيدة العسكرية عبارة عن مدرسة تدرس، ولا يعني قد تأتي حكومات وتذهب، لكن العقيدة العسكرية ستظل ولائها للوطن. هذه المؤسسة العسكرية التي أسست منذ عهد الاستعمار ظلت تحمي السودان وتحمي اسم السودان. نحن نعول اليوم على الانشقاقات، ونحن نعول هذه، لم نعول الانشقاقات، لأنه صغار الجيش والرتب الوسيطة لن تتحمل دخول جموع جماهير الشعب السوداني داخل القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، فهذا أمر عاطفي، ولا يستطيعون أن يتمالكوا أعصابهم، وليس لكبار الضباط خيار سوى أن ينساعوا لإرادة الشعب، والشعب قال قولته. وهذا الأمر أدى إلى تجمهر كل الذين أزيلوا إلى المعاش في عهد البشير في عهود قريبة من الضباط، تداعوا إلى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة لتدارك الأمر، وسنسمع أخبار سارة إن شاء الله في الساعات القادمة. طب بشكل أيضا مختصر، يعني الشعب السوداني سبق كثير من البلدان بتحقيق ثورتين ناجحتين، كان عام 64 أو عام 85. اليوم يعني أوجه الشبه برأيك بين الثورتين وبين ما يحصل الآن، هل هناك أوجه شبه كثيرة أم أن الظروف اليوم مختلفة وهذا ما يفسر تأخر تحقيق الحراك لأهدافه حتى الآن؟ أكون صادقا معك، أنا عمري الآن يعني يقارب 50 عاما. نحن لم نمر بظروف قاسية، ولم نمر بحكومة مثل هذه الحكومة. هذه الحكومة لها إرادة عنيدة، واستولت على موارد البلاد، واستخدمت هذه الموارد في قتل وقهر وبطش الشعب. الرئيس إبراهيم عبود في الستينات عندما قامت الثورة تنازل عن الحكم في خلال يعني في فترة وجيزة لم تتعدى 48 ساعة. الرئيس جعفر النميري تنازل عن الحكم خلال أسبوعين. ها هو البشير ونحن في شهرنا الخامس، ولا زال استخدم موارد البلاد في قتل الشعب السوداني وفي السحر وفي قمع الحريات ومواصلة حكمه الذي الذي نود أن نقوله. قام البشير بعمل لقاء تلفزيوني البارحة يريد أن يحمس الناس للحوار. هذه الحكومة فقدت مصداقيتها منذ عهد بعيد، فلا الشعب السوداني لا يعير اهتماما، ولا من يأبه بما يقول البشير بما لا يقوله. فنحن قد عزمنا أمرنا، ونها نحن قد صنعنا التغيير. أعلم أن الجزائر يعني قد سبقتنا، الشعب الجزائري شعب بطل، لكن الشعب السوداني نحن على إسرهم إن شاء الله يعني قادمون. الدكتور هاشم مختار، الأمين العام لتحالف القوى السياسية السودانية في المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.